دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية والأمنية لتأمين الحدود التونسية الليبية وخصوصا المنطقة العسكرية العازلة. إمضاء اتفاقية تونسية هولندية ودعم مالي بقيمة 100,000 أورو لدعم البيئة. حملة تطوعية لإنارة مدنين وتبرعات وتجميع للفوانيس لإضاءة شوارع المدينة. النشرة المسائية الأولى للأخبار، أهلا بكم. تتكثف الدوريات التي تشترك فيها قوات الجيش والحرس الوطنيين على الحدود التونسية الليبية وخاصة في المنطقة العسكرية العازلة. تكثيف للدوريات وتعزيز للقوات العسكرية تزامنا مع الاضطرابات التي تشهدها ليبيا. على خلفية ما تعيشه ليبيا من أحداث أمنية مضطربة، انتشار لقوات الجيش الوطني وصف بغير المسبوق على طول الحدود التونسية الليبية، انتشار عزز أحزمة المراقبة المختلفة وإجراءات المنطقة العسكرية العازلة المحدثة منذ نحو 9 أشهر. المنطقة العسكرية العازلة هي منطقة تم إقرارها بقرار جمهوري يوم 29 أوت 2013. هي منطقة الغاية منها الحد من التهريب ومقاومة التسللات غير شرعية. منطقة عسكرية عازلة وأنظمة متابعة على أسس نظام استخباراتي ومعلوماتي لمختلف الأسلاك الأمنية العاملة هنا، إلى جانب نقاط قارة ودوريات متنقلة عسكرية وأخرى مشتركة مع قوات الحرس الوطنية يسندها انخراط مدني من الناشطين في هذه المناطق الحدودية لرصد المعلومة والتدخل الفوري. المقاومة هذه تتم من خلال دوريات برية مشتركة مع قوات الحرس الوطني ودوريات ثابتة، من خلال أيضا نقاط مراقبة وتفتيش كما تشوفها هذه ممتدة على طول المنطقة العازلة. وقت اللي ما تشوف حاجة وما تعلمها شكل كذا ولا حاجة تولي تتضرر أنت، ممكن حتى تصير لك أسباب أخرى، فهمت؟ فلي هذا الناس كلها انا رد بالها الناس كلها. اي نشبحها معناها مش عاديه، طول اي من نقطه احنا مشيتها كان جيش والحرس. لازم نحمي بعضنا، معنا مواطن يحمي معناها الحاكم، ومواطن الحاكم يحمي المواطن، لازم نردوا بعضنا من بعضنا. تسرب الاشخاص المطلوبين والحد من مظاهر التهريب ولا سيما الاسلحه والمخدرات في الاتجاهين يتطلب بحسب المسؤولين العسكريين والامنيين المرابطين ليلا نهارا، يتطلب الحضور واليقظه الدائمين. النتائج الايجابيه خاصه في مجال منع المتسلين بطريقه غير شرعيه، في المجال هذا يتم القبض على عدد من المتشددين الدينيين. النتائج الايجابيه في مكافحه التهريب، تعزيزات أمنية وعسكرية ودرجة تأهب رفعت إلى أقصها وأحزمة مراقبة متعددة ومنطقة عسكرية عازلة تؤدي أدوارها بحسب أهدافها. هكذا يبدو المشهد الأمني العسكري على الشريط الحدودي في انتظار ما يطرأ من أحداث وتحسبا لأي تداعيات لما هو آتنا. خميس ببطان، التلفزة الوطنية التونسية من داخل المنطقة العسكرية العازلة. إلى أجواء امتحانات البكالوريا، فقد دخل اليوم الأساتذة المصححون للاختبارات في إضراب عن العمل لمدة نصف يوم في كامل مراكز الإصلاح في مختلف ولايات الجمهورية، احتجاجا على الاعتداءات المادية واللفظية من قبل بعض التلاميذ على الأساتذة المراقبين على خلفية تصديهم لمحاولة الغش. إضراب أكد الطرف النقابي كما وزارة التربية أنه لن يؤثر على سير إصلاح الامتحانات. خلت قاعة إصلاح اختبارات البكالوريا صباح اليوم بأغلب مراكز الإصلاح من الأساتذة المصححين الذين دخلوا في إضراب لمدة 4 ساعات احتجاجا على الاعتداءات المتكررة التي طالت عددا من الأساتذة خلال الدورة الأولى لامتحان البكالوريا على خلفية تصديهم لمحاولة غش. أول حاجة، السبب الأول هو الاعتداءات المتكررة على المربين وعلى الأساتذة المراقبين خاصة، لكن السنة رأينا يعني اعتداءات يعني كثرت بطريقة إذا لا توصف، اعتداءات يومية ومتكررة، وهذا الإضراب يكون إضراب احتجاجي على وزارة التربية نظرا لأنها لم تأخذ التراتيب اللازمة. تضامنا مع الزملاء يعني ضروري نتواجدوا اليوم الكل مع بعضنا خاصة باش نحميوا المنظمة والمؤسسات التربوية وخاصة باش المنظومة التربوية تمشي في اتجاه إيجابي. طلبوا من المديرين
المؤسسات التربوية باش يكونوا حازمين لردع هذه التجاوزات، وذلك بفتح حوار جدي مع النقابة العامة للتعليم الثانوي الممثل الشرعي والوحيد للأساتذة. الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي أكد أن الإضراب يمثل رسالة احتجاجية على الاعتداءات على الأساتذة وكذلك على سير الامتحانات بصفة عامة. اعتداءات سافرة على المدرسين، اعتداءات مادية ولفظية وتهديدات، منع المدرسين من أن يقوموا بواجبهم في ظروف طيبة وفي ظروف عادية، وأيضا الظاهرة التي استفحلت والتي مست من مصداقية الامتحانات ومست من جوهر العملية التربوية، وهو التسريبات الحاصلة الخطيرة الحاصلة في امتحانات البكالوريا. وزارة التربية أكدت من جانبها أنها تدين الاعتداءات المسجلة على الأساتذة، إلا أن مدير الامتحانات نفى ما راج حول تسريب المواضيع. إن هنالك خلط ويعني مغالطة أرجو أن لا تكون يعني مقصودة، لأن هنالك يعني خلط بين ما هو يعني ما يسمى بعملية تسريب وعملية الغش، لأنه عملية تسريب هو عندما يعني الموضوع يتم كشفه قبل انطلاق الاختبار يا إما بأيام أو بساعات، وهذا محصلش ومش ممكن باش يحصل في يعني دورتنا الحاليه هذه. لكن نحب ناكد عليه وانه راهو مواضيعنا محصنه وهي يعني في ايادي امينه، ومن يدعي يعني هنالك ان هنالك تسريبات فما عليه الا ان يقدم دليله. كما أكد ممثل وزارة التربية أن قرار تركيز آلات للتشويش على الهواتف الجوال بمراكز الامتحانات قرار يرتبط بعدة أطراف لا بوزارة التربية وحدها، كما أن ذلك يتطلب إمكانات كبيرة خاصة مع وجود أكثر من 500 مركز امتحان. كاميرا الأخبار انتقلت كذلك لأحد مراكز الإصلاح في صفاقس، حيث أضرب الأساتذة كامل صباح اليوم عن إصلاح امتحانات البكالوريا احتجاجا على ما قالوا عنه فقدان شهادة البكالوريا مصداقيتها نتيجة الاعتداءات التي تعرض لها الأساتذة المراقبون ومحاولة الغش الكثيرة هذه السنة. نسق بطيء للحركة داخل مركز الإصلاح بالمعهد النموذجي بصفاقس في تفاعل جلي مع إضراب لم يدم سوى ساعات الصباح الأولى احتجاجا على وقائع لم تشهد لها البكالوريا مثيلا، احتجاجا على العنف اللفظي والبدني المسلط على الأساتذة المراقبين، وكذلك احتجاجا على السكوت المريب لوزارة التربية إزاء حالات الغش التي أصبحت متواترة بشكل مفزع. وبالنسبة للأساتذة اللي يحبوا يتموا العمل متاعهم ينجموا يكملوا، لكن آليات الرقابة وغيرها إذا كان معناها يشرفوا عليها المتفقدين ما فيها حتى مشكل، واللي ينقص معناها نكملوا حتى ساعة متأخرة من المساء، معناها هذا ما يقلقناش. احتجاج رمزي لأنه لن يؤثر على عملية الإصلاح ككل ولا عن موعد إعلان النتائج. رأوا الأساتذة المصحيين يكون متأكدين أنه سيبذلون قصارى جهدهم من أجل استيفاء عملية الإصلاح في الأجال القانونية، ونتائج البكالوريا ستعلن في أجالها يوم 21 جوان، ونتمنى بهذه المناسبة يعني النجاح لكل أبنائنا التلاميذ. وجدنا من الأولياء من تعاطفوا مع هذا التحرك في موقف يعكس البعد التربوي الأخلاقي للعملية التعليمية. إضراب شرعي وعندهم حق الأساتذة، ونداء من وليه أنه التلامذة تحترم أكثر الأساتذة، ونداء زاد الأولياء أنه يربيه صغارهم أنه يحترم الأستاذ ويعرف أنه وقت الامتحان هذاك امتحان وما يلزمش يجاوز حدوده التلميذ ويلزم يقرأ على روحه وسط العام. في الأثناء بقيت الحركة دوبة في صفوف الكتبة المكلفين بمراقبة أوراق الامتحان قبل وصولها إلى أيدي الأساتذة المصلحين. تم اليوم إمضاء اتفاقية تعاون بين كتابة الدولة للشؤون الجهوية والمحلية وكتابة الدولة للتنمية المستدامة من جهة وسفارة المملكة الهولندية بتونس والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد من جهة أخرى. الاتفاقية ستقوم على ضوئها الدولة الهولندية بتقديم دعم فني ودعم مالي بقيمة 100,000 أورو لإنجاز مشروع أطلق عليه اسم القبعة الخضراء يعنى بالبيئة. حوالي 200,000 دينار هي قيمة المنحة التي قدمتها الدولة الهولندية للجانب التونسي للمساعدة في إنجاز البرنامج النموذجي للقبعات الخضراء الذي يعنى بالبيئة، برنامج ستكون كلفته الجملية 500,000 دينار. الاتفاقية دي تنص على الشروع في أو إنجاز مشروع أطلق عليه اسم القبعات الخضر. المشروع هذا فيه دعم مالي وفني أيضا من الدولة الهولندية.
وفي متابعة بالطبيعة وإنجاز من وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالشراكة مع المجتمع المدني مع جمعيات. الجمعيات هذه باش تتولى اختيار مجموعة من الشبان باش يلبسوا هالقبعات الخضر هذية ويتجولوا على درجات. 3 أهداف رسمتها الحكومة لهذا المشروع النموذجي: رفع الإشارة والوقوف على المخالفات البيئية وعلى النقاط السوداء والإبلاغ عليها، ثم جانب ثاني هو يعني متابعة أعمال النظافة ومتابعة أعمال العناية بالبيئة واللي ما يمكن أن تشهدها من إخلالات يرفعوها القبعات الخضراء إلى السلطة الجهوية، لكن أيضا إلى الجمعيات الراجعين لها بالنظر من أني تبرمج عمل ميداني تطوعي. ثم ثالثا عملية التواصل والتثقيف البيئي مع المواطنين مع خاصة مرتكبي المخالفات البيئية. مبادرة ستشمل 6 مناطق لمدة 3 أشهر، وبعد التقييم سيتم تعميمها على كامل الجمهورية. شهدت ولاية قبلي خلال الأيام القليلة الماضية أمطارا غزيرة كانت خسائرها كبيرة، فقد أسفرت عن هلاك 5 أشخاص إضافة لأضرار جسيمة على مستوى البنية التحتية والقطاع الفلاحي خاصة. أمطار شهدتها معتمدية قبلي الشمالية ليلة 2 من جوان للسنة الجارية أدت إلى فيضانات عديد الأودية خلفت 5 ضحايا وأضرار مادية جسيمة على مستوى البنى التحتية والطرقات والجسور. على مستوى بعض المنشآت في طريق الرابطة الطريق الوطنية 15 الرابطة بين قبلي وقابس، على مستوى توحنا في منطقة واد النخيلة أضرار ماهيش بالكيفية الكبيرة جدا جدا جدا، صحيح أن وقع انقطاع للطريق الوطنية رقم 16. الأضرار إلى جانب الجسور والسدود لم تستثني بعض الواحات لتأتي على أغلب منظومة الري وقنواتها وتخلف خسائر جمة في النخيل وزيتين وأشجار أخرى. الأضرار هي تسبب في انجراف التربة للواحة بقدر 10 هكتارات، ومع شبكة الري الواحة ما تقدر ب 4300 متر. السلطة المحلية على لسان والي قبلي أكدت بأن المساعي حثيثة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، بينما صرح مندوب الفلاحة بأن الأولوية ستكون للحالات الاستعجالية وأن الأمر برمته على طاولة الدرس في وزارة الفلاحة. البنية الأساسية الفلاحية يعني ستتكفل بها المندوبية العامة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عند البرامج الوطنية نتاعها، ثم احنا سنحصي الأضرار ونمدها من مد الوزارات المعنية بها حتى انها يمكن ترصد معناها بعض الاعتمادات. دونك حسين الأضرار تدخلات المبرمجة دونك على كل ما هو مبرمج ذات أولوية عاجل على برامج سنوية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، وبرمجة كل ما هي أضرار لجبرها وإصلاحها عرض من البرامج المتواصلة لوزارة الفلاحة. سيول عارمة لم تعهدها المنطقة بأكملها كادت أن تأتي على الأخضر واليابس، فكان لزاما كما جاء في بعض التصريحات تحديث منظومة السدود والجسور والطرقات وكذلك قنوات الري في أقرب الآجال. نبقى مع الميدان الفلاحي، فقد تكبد عدد من فلاحي معتمدية تستور من ولاية باجة خسائر متفاوتة بسبب مرض أصاب بذور البطاطا. تكبد عدد من فلاحي معتمدية تستور من ولاية باجة خسائر متفاوتة في إنتاج البطاطا بسبب مرض أصاب البذور التي قاموا بزراعتها في مستغلاتهم الفلاحية وأثر على نموها. الفلاحون نبهوا لتأثير مثل هذه الأمراض على مداخلهم المتواضعة على حد تعبيرهم، خاصة وأن معظمهم من صغار الفلاحين الذين تعودوا اقتناء حاجياتهم من منبت يخضع لرقابة الجهات المختصة، وهو ما يطرح عديد الأسئلة عن كيفية دخول مثل هذه البذور المصابة إلى بلادنا، مطالبين بتعويضهم في أقرب فرصة. نسقوا فيها كأني نسقوا فيها بالوحد، قد نعطيها دور ماء قد ما تزيد تهبط أكثر. المشكله فيها لم ديفيريزي خي تخمش لم تخمش لم تقول لك طاب شت للام سنا البطاطا جابوها نفيريسي خذيناها من عند لي فورنيسور اللي هي مصادقه عليها وزاره الفلاحه، وكي زرعنا الفحل البطاطا هذه هاكا تشوف شنو اللي قاعد يصير في البطاطا حاليا، يعني الفلاح تكبد خساره كبيره وخساره فادحه. هي ما بتمر عقد معناتها مشرف عليه الدوله وزاره الفلاحه، لكن معناتها ما وقع ما رعنا اللي كون البطاطا ما تشرون دو مو كيما العاده. نطالبوا السلطه باش تفتح
تحقيق وبحث في الحكايه دي، كيفاش وصلت المشتة دي والبذور دي وصلت دخلت تونس وسط الفلاح؟ مشاغل اكد رئيس قسم الارشاد والنهوض الفلاحي بالمندوبيه الجهويه للفلاحه بباجة على السعي لايجاد حلول لها بعد ان تقوم لجنه مختصه بمعاينه الاضرار. الشركه داير اتصلوا بها وباش يعملوا كومبرومي بيناتهم وابارمون تفاهموا تو غدوا نعاودوا غدوا عندنا لجنه محليه كونها في الغرض باش يعاينوا على عين المكان ويشوفوا الموضوع بالضبط شنو بين الشركه وبين الفلاح هذول الاربعه خمسه فلاح المضرين. وفي الاثناء يفكر عدد من الفلاحين بالجهه في العزوف عن زراعه البطاطا اذا لم يقع ايجاد حلول جذريه للنهوض بالقطاع. في مدنين نظم عدد من شباب الجهة ومن المنتمين للمجتمع المدني حملة للتبرع ولجمع الفوانيس وتركيبها، والهدف من هذه البادرة التطوعية إنارة مدينة مدنين. مدنين لنا، تنويرها واجب علينا، هو شعار حملة تنوير مدينة مدنين. الانطلاقة كانت بفكرة بين مجموعة شبابية لتتجسد بخيمة أين يتم فيها تجميع عدد من الفوانيس المتبرع بها من قبل المواطنين ومكونات المجتمع المدني. نقوم بعملية تجميع الفوانيس اللي يتبرعون بها المواطنين، وإلا اللي يحب معناها عنده فانوس قدام دارهم يا إما محروق ولا مكسرة معناها يجيب لنا هو لهنا، ناخذ الكوردونيه نتاعه بالكامل، وبعد كي يتلموا عنا مجموعة من الفوانيس اللي متبرعين لنا بهم نخرج احنا سورة الراون ونكلموهم معنا باش هو يبقى يعاين قدامه هو الفانوس اللي جابه هو معناها المصداقية نتاعنا احنا. بعد أسبوع وبعد تجميع عدد من الفوانيس يتحول المشاركون لأحد الأحياء بمدنينا لتركيبها في أماكنها بالتعاون مع البلدية. عايننا حي النور لقينا فيه ابيبري 36 أمبولة ما بين مكسرة ومحروقة، وعايننا معنا برسك شطر الحي، وتنقلنا لزاد التقسيم في طريق جابس، عينا كيف كيف برسك 42 أمبولة، وإن شاء الله الليلة بالتعاون مع البلدية اللي باش توفر لنا الكميون باش نتنقلوا ونركبوا لي زامبول هذوما. البادرة لقيت استحسان المواطنين والبلدية التي هي بصدد التحضير لإعادة صيانة شبكة التنوير بولاية مدنين. حملة كما هذه نتاع التنوير بصراحة بادرة طيبة جدا، معناها نشكر عليها بارك الله فيهم. مشروع نتاع إعادة صيانة الشبكة التنوير العمومي داخل المدينة مبلغ قيمته 290 ألف دينار، ونحن الآن في بصدد إعداد مرحلة الدراسة مع مكتب دراسات مختص. خلال الصيف هذه تنطلق الدراسة، إضافة كما ذكرت للمجهودات اللي يقوم بها المجتمع المدني والجمعيات اللي موجودة داخل المدينة. بادرة حملة تنوير مدنين وحسب منظميها ستشمل عدة أحياء بمدنين، يمكن أن تتواصل بتواصل دعم المواطنين لهذه الحملة. بهذا نصل لختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بعناوينها. دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية والأمنية لتأمين الحدود التونسية الليبية وخصوصا المنطقة العسكرية العازلة. إمضاء اتفاقية تونسية هولندية ودعم مالي بقيمة 100,000 أورو لدعم البيئة. حملة تطوعية لإنارة مدنين وتبرعات وتجميع للفوانيس لإضاءة شوارع المدينة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.